الموزات تاكل، الحقوني. ودي صوتك يا خالي، كده التماسيح هتسمعنا. ما هي كده كده هتجيلنا. أنا جاتلي فكرة. فكرة إيه يا بكار؟ تحب نروح إحنا للتماسيح بدل ما التماسيح تجيلنا؟ جرب كده راس التمساح دي. صح صح يا بكار، انت تعمل نفسك بتتاكل فهم ما يجوش ياكلونا. يا خالي انا بحاول اقطع الحبل بس لان التمساح. افارم عليك يا بكار، بس بسرعه بسرعه يا بكار، انا شايفهم بيقربوا قوي. ها يا عم اوندي، وصلنا المخزن. انا قلت نشرب ميه من البير وبعدين نكمل الطريق. بير ايه اللي هنشرب منه؟ ده مقفول من زمان وما فيهوش نقطة مية. خسارة. طب انتوا هتعرفوا تكملوا الطريق وانتوا عطشانين كده؟ لسه قدامنا كتير على ما نوصل للحجاز. حجاز؟ حجازي؟ مش انتوا عايزين تروحوا الحجاز؟ يا عم قند ارحمنا، ابوس ايدك. انا خلاص ما عاوزش حاجة، انا هبطل ستة مسيح وهبيع دورة بشوي. الدورة بتكسب برضو، بس مفيش زي بيع جلد التمسيح. ده انا عندي مخزن فيه 1000 جلدة وجلدة. ايوه، هو فين بقى المخزن ده؟ في حتة ولا الجن الازرق يعرف يوصل لها ابدا. فين يعني؟ في البير القديم. البير القديم اللي هو ده؟ افتحوا بسرعة يا عدوي، افتحوا. فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم اوندي. بسرعة يا بكار، التماسيح بتقرب. الحبل اتقطع. فكني فكني بسرعة يا بكار. ما تقلقش يا خالي، التمساح هياكلني يا بكار. بسرعة بسرعة يا خالي، الحبل اتفك. وهنا يا فكيك. الراجل المجنون زقنا من فوق. لولا ان الارض طرية كان زماننا كسرنا. بس انا مش شايف اي جلدة تمساح حوالينا. بقى ده هو مخزن الالف جلدة وجلدة؟ ده ما فيهوش جلدة كورة حتى. الراجل شكله ما كانش بيضحك علينا، باين انه مجنون فعلا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ البير ده غويط ومفيش حاجة ممكن تطلعنا من هنا. بقول لك ايه، ما تاجي النادي بصوت عالي يمكن حد يسمعنا. الحقونا الحقونا الحقونا. فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم اوندي؟ محدش يقدر يضحك علي ابدا. الحقونا. ايه الصوت ده؟ انتوا مين؟ انت لسه بتضحك علينا؟ استنى، احنا ناس غلابة يا عم. لا حول ولا قوة الا بالله، ومين اللي وجعكوا هنا؟ انت. ايه؟ قصدي انت اللي هتنجيتنا، وسيبك من اللي وجعنا. اعمل لكم ايه يا ولادي؟ اطلعكم ازاي؟ دور على اي حبل ونزلهولنا يا عم قندي. ها؟ انتوا عرفتوا اسمي ازاي؟ اصل انتوا شكلكم مش غريب علي. ها؟ لا لا لا، مش احنا مش احنا. بس افتكرتكم، انتوا اللي كنتوا بتسرقوا بيض التمساح وتبيعوه على انه بيض وز. ها؟ جريف اللي بيقوله. ايوه احنا، بس احنا خلاص بطلنا، خرجنا بقى. حاضر، هجيب لكم حد. استنوا. انا خلاص مش قادر اجري تاني. ما تقلقش يا خالي، احنا خلاص بعدنا عن التماسيح. المهم هنعمل ايه في عم اوندي؟
ولا حاجة، مش عايز نسمع اسم عم كوندي دي. كفاية اللي حصلنا من تحت راسه، كنا هنتاكل يا بكار. بس الاتنين المجرمين دول خطفوه وما يعرفوش انه عيان، احنا لازم ننقذه. ننقذ ايه؟ دي تلاقيه مطلع عينيهم دلوقتي. الراجل مريض ولازم نساعده، ده غير انه صاحب جدي الجد التمساح. اخ عندك حق يا بكار. انا سمعته بيقول لهم انه هيطلع بيهم الجبل، تعال ندور عليهم هناك. يلا بينا.